ان هذه سبوتس الهاند بلوك كومبريشن مقسمه ثلاث اقسام. اول شيء الكاربال والميتا كاربال والفرنجز. عندنا باللي كاربال مقسمه قسمين، هم ثمان عظام، ديس بروكسيمال ودي ديسل. بالبروكسيمال موجود هذا عظم اسمه ترابيزيوم، هذا موجود بالدسل. ليش سموه ترابيزيوم؟ يعني سر لاك تيبل، بس هو ما شبه تيبل. هنا يم ترابيزيوم، والترابيزيوم طبعا يتصل بالثمب بالثقب، والترابيزيوم يتصل بالاندكس. هنا يشبه السر كوارد لاترال، أربعة أضلاع. هذا اليمي كابيتيت، يتصل بالميدل فينجر اشكل، وهذا اهيد. هنا يسموه هاميت بي هوك، وهذا هوك اوف هاميت. بالاسفل هنا بالبروكسيمال موجود هذا يسموه سكافويد، اللي يتصل بالريديوس ويكون لايك ابوت، يسموه بوت اوف هاند. هذا اللي هنا يسموه اليونيت، اللي هو يشبه المون الهلال. بعدها هنا عندك التريك وترام، اللي صار ثلاثي ثري كورنرز. وهنا لاكابي اللي هو بيسيفون. هنا الميتا كابال، هنا بيس، وهنا شافت، وهنا الهيد. وهنا الفالنجينز كلها هاف ثري بونز، اونلي ذا ثمب هاف تو بونز. وهذا السبوت عندنا، هنا سبوت نفس الشيء، نفس عمل بس شلون تسمية كل عظم بس على عن الميتا. ميتا بس الميتا هنا الشافت، وهنا الهيد، وهنا البيس، ونفس الشيء اشهر على المنطقه وسميه اشهر. هنا بالمتصل بالثمب متصل الترابيزيوم، اليمه ترابيزويد، والاسفل منه هذا سكافويد. وهذا عندك هنا كابيتيت هاف هيد وكبير، ومن هنا اليونيت هلال. وهذا منه، وهذا المقشن هنا هاي لاكابي صغير يسموه بيسي فورم. وهنا تشيكو ترام شوي نزاح هنا بالسبوت، يصير ثري كورنرز. هاي شكرا.